به؟ كيفك يا بسمة؟ جنبك اللي جابك هني؟ يا صوري كنت طمن عليك. اي انت مش الساكي ولا تولد حمدان بس الحد لك مطلقين. اقعد يا بسمة. ويرضيك اللي ولادك عمله؟ يتهمني تهمة عفشة زي كده؟ لا طبعا ما يرضنيش، عشان كده انا تعاركت معاه وبهدلته. وحيفيد بايه بهدلته من بعد فضيحتي وسجنتي؟ شوف يا بنتي، انا جاي اسالك عن حاجة واحدة، لو شوبتيني عليها بصراحة وبحق ليك علي يمين بالله لخلي حمدان يطلقك ويتنازل عن التهمة دي. وايه هي الحاجة دي؟ انا عايز اعرف ايه اللي خلى حمدان يقلب عليك فجأة كده ويتهمك التهمة العفشة دي، مع اني كان منى انك ترجعي وتعيشي معاه. قول يا بسمة، ما تخافيش، قول يا بنت. هارون صفوان هو اللي جالك زيارة؟ ايوه. انت تعرفيه؟ هنية كانت حكيت لي عنه وعن ولده اللي ضربته بالسكين واتحبست بسببه، لكن ما شايفهوش جايب لك زيارة. لا، هو كان جاي عشان حاجة تانية. حاجة ايه دي؟ بيسألني ولده ليه اتهمني الاتهام العفش ده. واه، جاي مخصوص يسألك السؤال ده ويستفيد ايه؟ يا ريت نعرف. انا ما بقيتش عارفة حاجة ولا فاهمة حاجة، بس يا رب يصدق في كلامه ويخلي حمدان يتنازل عن الاتهام. كلام ايه اللي بتقوله ده يا ابوي؟ دي مش كلام يا حمدان، ده كلام بسمة مرتك. بسمة؟ ايوه، لسه جاي من عنديها من السجن، كنت بزورها قالت لي على كل حاجة. لو كان الفراش غلط في حقك كان لازم تجيني وتقول لي وانا اللي أدبه. عارف اللي حصل للفراش ده؟ كله بسببك انت. بسببي انا يا ابوي؟ ايوه انت. مش انت اللي ضربته وبهدلته لما كان قاعد معاك في الجبل؟ سبته يتدلم الجبل ويبقى قاطع طريق يوقف العربيات ويعذب الناس حد الحكومة ما ضربته بالنار، ولولاي كان راح فيها. طب يا ريتني كنت عرفت الحقيقة وقتها، يا ريتني كنت عرفت الحقيقة، كنت شربت من دمه. اقسم يمين بالله العظيم لو قلت الكلمة دي تاني لطورك بالنار. بالنار؟ يعني انت يا ابوي راضي عن اللي عمله معايا ده؟ بيتجوزني واحدة عمل معاها الرضي عشان يستفرد بيها في الجبل، وانا زي الاطرش في الزفة، طردا من ود اخوي يعمل فيها العملة السودة دي. عايز اكون بكرة الصبح تدور لي على فراش دي وتجيبه من تحت الارض، وانا هأدبه بطريقتي وهجيب لك حقك مني يا حمدان تالت ومتلت. ما خلاص يا ولدي، من بعد هيما ما اتحكم عليه بالاعدام ما عادش حد من ولادي غير فراش واد ولدك، ولسه عيل صغير. انا ما عايز حد يضيع مني منيهم يا حمدان. ماشي يا ابوي، بس انا ليا طلب قصاد ده. طلب ايه يا ولدي؟ هيما. هيما يا ولدي محكوم عليه بالاعدام، يعني المساله خلصانه، يعني هتبقى روحه قصاد روح ولدك. وانا يا ابوي مش هستنى لما يتنفس في حكم الاعدام. قصدك ايه؟ انا اللي ادبه بيدي عشان ناري تبرد. ماشي يا حمدان، ماشي يا ولدي، ادب بس من غير ما تقتله. سمعني؟ من غير ما تقتله. حاضر يا ابوي. سلام عليكم. ازاي جنابك يا صفوت بيه؟ كيفك؟ ايه؟ بتقول ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟
طيب طيب السلام عليكم. يا حمدان، المحكمة حكمت بحل مجلس الشعب. الحديد ده صحي يا احمد؟ صحي جدا، مش مصدقني ليه؟ بقول لك الخبر لسه وصل لي حالا، مجلس الشعب اتحل خلاص. يا الف نهار ابيض يا الف نهار مات. يا ما انت كريم يا رب. هند ما لحقش يفرح بالمجلس يامي. ايوه، والحصانه كل سنه وانتم طيبين خلاص. يعني دلوقتي الحكم ده ما هيرجعوش فيه تاني؟ يرجعوا فيه ازاي يا حبايبي؟ بقول لك ده حكم واجب النفاذ، معناه ان الحصانه تترفع عن كل اعضاء مجلس الشعب وفي لحظتها. انت كريم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب، سامحني، بقيت اخاف افرح. ما تخافين، بقول لك ايه، المره دي بصفه خاصه افرحي 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 يا حماتي. دلوقتي حمدان لو عمل حاجه عفشه كده ولا كده هنقدر نشتكوا ونحبسوك كمان. طبعا صلاه النبي صلاه النبي. ده غير المفاجاه اللي انا مجهزها له هو وكل الناس اللي معاه. انا عمري ما هنسى لا اللي عمله فيا ولا اللي عمله في ممدوح ابني. يا حمدان يا ولدي، زي ما يكون مثلك ميت واكثر من ميت يا ابوي. ده انت ما لحقتش تفرح بالمجلس وما كملتش كم شهر. سيدي تتعوض المره الجايه. ليه؟ وهارون راح فين؟ ومش خد براه يعني يقدر يترشح المجلس الجاي؟ لا مؤاخذه يا حمدان. استغفر الله العظيم. بقول لك ايه يا ابوي، انا هقوم اجهز عشان اسافر. هتسافر ليه يا حمدان؟ لا بقي في مجلس ولا ناس مهمه تقابلهم. بعدين بقى، انا يا ابوي هقوم علشان اقابل صفوت والجماعه، اشوف ناويين على ايه. بالاذن. اتفضل. خلي بالك وانت سايق يا حمدان، احسن باين عليك ما شايفش قدامك. هارون انت ربنا بيحبك. المجلس الجاي ان شاء الله كرسي المجلس هيكون ليك. بعدين بعدين يا مصلحي، لما ربنا يسهلها وتيجي ساعتها يحلها الف حلال. الحمد لله ربنا سترها معاك يا بوي، ولحقت العفو الصحي قبل ما يتحل المجلس. يعني ممكن يرجعوا في كلامهم وارجع السجن تاني؟ لا لا لا، اطمن اطمن. ربنا بيحبك يا هارون عشان اهل البلد يتخلصوا ويبطلوا اللي بيقولوه. ما بيقولوا ايه؟ ان حمدان ورثك في المجلس. زيناك كلام ماسخ يا زينة. طيب بالاذن يا هارون. ماشي. بقول لك يا هارون، انا كده استنيت كتير. استنيت يعني ايه؟ انك تكتب لي العشرة في ابن وربع السرايا رسمي، وتزود لي الارض كم فدان. بذمتك بذمتك، ده وقته ده؟ ها؟ مش تستني لما نشوف المصيبه بتاعت حل المجلس دي؟